بسم الله الرحمن الرحيم، حبايبي الحلوين، سنة أولى شاطرين، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية. درس اليوم يا أصدقائي بعنوان نشيد العمل. نشيد اليوم يا أصدقائي بيتكلم عن حيوان من الحيوانات الأليفة اللي بتعيش في الصحراء، وهو حيوان الجمل. الجمل حيوان بيتحمل الجوع والعطش وبيعيش في الصحراء، وبيتميز بالصبر والذكاء، ويسمى سفينة الصحراء. الجمل يأمل لفترة طويلة طول النهار ويحمل الأثقال، أي الأشياء الثقيلة. والشاعر أحمد زرزور بيتخيل أنه بيتحدث مع الجمل ويطلب منه أن يستريح بعد طول العمل والتعب طوال النهار. تعال نسمع مع بعض أبيات نشيد اليوم. هيستريح يا جمالي بعد انتهاء العمل، صبرت طول اليوم فاشرب وكل وابتسمي. أيستريح يا جمالي، أيستريح يا جمالي. شفنا مع بعض يا أصدقائي دعوة للجمل إنه يستريح بعد انتهاء العمل طول اليوم، وإنه جاء وقت الراحة بعد التعب وبذل الجهد وبعد الصبر طول اليوم. اقرأ واحفظ وتعلم. قال الله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كما سمعنا أبنائي وبناتي، الآية رقم 30 من سورة الكهف، والآية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، فعلينا أن نعمل ونجد ونجتهد وأن نحسن عملنا ليعطينا الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما. كما رأينا أيضا أن الجمل رغم أنه حيوان إلا أنه كان يعمل طول النهار ويصبر على الجهد والتعب. والآن مع اللغويات الواردة بالدرس. الكلمة وجمعها، كلمة جمل جمعها جمال، وكلمة العمل جمعها الأعمال، اليوم جمعها الأيام. الكلمة ومضادها، كلمة استرح مضادها اتعب، كلمة بعد مضادها قبل، انتهاء عكسها ابتداء. والآن مع تدريبات درس اليوم. التدريب الأول: صل كل جملتين متماثلتين. الجملة الأولى: هيا استرح. نعم، نقوم بتوصيلها بالجملة المماثلة لها، أي الجملة التي تشبهها، وهي جملة هيا استرح. الجملة الثانية: جملة صبرت طول اليوم. نقوم بتوصيلها بالجملة المماثلة، وهي جملة صبرت طول اليوم. الجملة الثالثة: جملة فاشرب وكل. ونقوم بتوصيلها بالجملة المماثلة، فاشرب وكل. الجملة التي تليها: جملة يا جمالي. نقوم بتوصيلها بجملة يا جمالي. الكلمة التي تليها هي كلمة ابتسم، ونقوم بتوصيلها بالكلمة المماثلة لها، وهي كلمة ابتسم. أكمل وانطق المثال. الكلمة الأولى: كلمة حيوان. نلاحظ أن كلمة حيوان انتهت بتنوين بالضم، فقلنا حيوان، والتنوين والضم عبارة عن نون ساكنة تنطق ولا تكتب. وعند دخول الألف واللام على كلمة حيوان نقول الحيوان. نعم، نحذف التنوين، فالكلمة التي تبدأ بال، أي بالألف واللام، لا يصح أن تنطق منونة، أي لا يصح أن يأتي آخرها تنوين، وإنما نكتفي بضمة واحدة فنقول الحيوان. الكلمة التالية هي كلمة فيل، وعند دخول ال عليها نقول الفيل. الكلمة التالية كلمة تمساح، وعند دخول ال نقول التمساح. الكلمة التالية كلمة جمل، وعند دخول ال نقول الجمل. الكلمة التالية كلمة تلميذ، وعند دخول ال نقول التلميذ. الكلمة التالية كلمة جوعان، وعند دخول ال نقول الجوعان. الكلمة التالية كلمة ثلج، وعند دخول ال عليها نقول الثلج. الكلمة التالية كلمة ثوم، وعند دخول ال نقول الثوم. أكمل بكلمات من القائمة. الجملة الأولى: هيا استرح يا جملي، أم بعد، أم اليوم، أم كل، أم هيا. جملي. أحسنت. انتهاء العمل، الكلمة الناقصة هي كلمة بعد. أحسنت.
صبرت طول اليوم. أحسنتي. فاشرب و كل وكل وابتسمي. استرح يا جملي، الكلمة الناقصة كلمة هيا. أحسنتي، نقول هيا استرح يا جملي. التدريب التالي، رتب لتكون جملا. استرح جملي يا هيا. نلاحظ أن الكلمات هنا متفرقة لا تؤتي معنى، وعلينا أن نقوم بترتيب الكلمات لنكون منها جملا مفيدة أي لها معنى. وعند ترتيبها نقول هيا استرح يا جمالي، اليوم طول صبرت. عند ترتيب الجملة نقول صبرت طول اليوم. وابتسمي، اشرب وقل. عند ترتيب الجملة نقول اشرب وكل وابتسمي. التدريب التالي، صل الجملة بالصورة التي تدل عليها. كما نرى أبنائي وبناتي الصور التي أمامنا، نلاحظ هذه الصور ونلاحظ الجمل ونقوم بتوصيل الجملة بالصورة المناسبة. الجملة الأولى استرح يا جملي، نقوم بتوصيلها بالصورة الثالثة وهي الصورة الأخيرة. أحسنت. الجملة التالية اشرب، وكما نرى في الصورة، الصورة المناسبة لهذه الجملة هي الصورة الأولى. أحسنت. الجملة الثالثة كل، والصورة المناسبة لها هي الصورة الثانية. أحسنت. اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين، هذا النشيد عن العمل أم الطعام أم الأسد؟ العمل. أحسنت. هيا استرح أم العب أم انتظر يا جملي؟ استرح. تمام. اشرب بعد انتهاء أم ليل أم طول العمل؟ انتهاء. تمام. حلل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية. وكما نعلم أبنائي وبناتي، التقطيع إلى مقاطع صوتية يعني أن نكتب الحرف الساكن متصلا بما قبله، وحرف المد كذلك متصلا بما قبله، ونقوم بفك تجديد الحرف المشدد إلى حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. الكلمة الأولى كلمة استرح، وعند تقطيعها إلى مقاطع صوتية نقوم بتوصيل الألف بالسين، لأن السين حرف ساكن والحرف الساكن ضعيف لا يأتي بمفرده وإنما يتصل بما قبله، فنقول استرح. أحسنت. الكلمة الثانية كلمة جملي، وعند تقطيعها إلى مقاطع صوتية نلاحظ أن حرف الياء حرف مد ولذلك يكتب في مقطع واحد مع حرف اللام، فنقول جملي. الكلمة الثالثة هي كلمة صبرت، نلاحظ أن حرف الراء حرف ساكن والحرف الساكن لا يأتي مفردا وإنما يتصل بالحرف الذي يسبقه وهو حرف الباء، ولذلك نقول صبرت. أحسنت. الكلمة الرابعة هي كلمة ابتسم، نلاحظ أن حرف الباء حرف ساكن ولذلك يكتب في مقطع واحد مع حرف الألف، فنقول ابتسم. أحسنت. والآن أبنائي وبناتي، أترك لكم الإجابة على سؤال التدريب أسفل الفيديو المعروض على قناتنا التعليمية نفهم نتعلم ببساطة. شكرا لكم، السلام عليكم.